السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ طيب بياض الصديق العزيز، الأستاذة العالمي السيدة نائبة الرئيس المكلفة بالشؤون البيداغوجية والأكاديمية، الأساتذة الكرام، ضيوف الكرام، طلبة الأعزاء، نحن اليوم نشهد بعد الدرس الافتتاحي الأول للمكتبة الجامعية محمد سقاط الذي ألقاه الأستاذ عبد المجيد بوزيان، ثورة جديدة في الإنتاج العلمي والفكري والثقافي من خلال سلسلة من الدروس الافتتاحية التي تنظمها المكتبة الجامعية محمد سقاط. هذه الدروس وهذه المبادرة مستوحاة من تقاليد علمية عريقة، مستوحاة أساساً من دروس الكوليج دو فرانس التي برعت ونجحت في خلق الفكر وفي نشره بين الباحثين. وأنا شخصياً كباحث سبق لي درست الكثير من الكتب ديال الكوليج دو فرانس، منهم ذكر على سبيل المثال الحصر الكتاب ديال بيير بورديو لا لوسون سور لا لوسون، اللي من خلاله كيشرح ce que veut dire un sociologue pour lui. سبق لي أستاذ درست لا لوسون ديال رولان بارت، ومن خلاله اكتشفت العلم ديال السيميائيات أو لا سيميولوجي. إذن بلا ما نطيل الحديث ديالي، اليوم نفتخر في المكتبة الجامعية محمد سقاط باستقبال مؤرخ مرموق وباحث ذو مستوى عالي الأستاذ طيب بياض الغني عن التعريف. مرحبا بك الأستاذ طيب بياض. قبل ما نعطي الكلمة للأستاذ بياض، نطلب من الأستاذ العالمي تعطيه كلكم. تفضل أستاذ. صباح الخير على الجميع. أنا أتدخل بكلمة ترحيبية أولاً، ضيوف الكرام يشرفونا هذا الصباح، والطلبة والأساتذة ومديرين المعاهد اللي معنا، وخاصة الضيف الكريم اللي معنا الآن هذا الصباح واللي غادي ينورنا بمجموعة نقدر نقولوا من أسرة فرصة البحوث والتجارب ديالو، واللي حنا كناخدوه كدرس افتتاحي، لأن الدروس الافتتاحية هي مهمة لأنها عبارة عن محاضرات تكميلية الدروس اللي كياخدوها الطلبة في المدرجات، لأن الدروس المدرجات كتبقى دروس تقنية، ولكن ملي كيكونوا دروس افتتاحية كيعطيو دراسات تحليلية كتكون مهمة وكتطلب على مجموعة من المواضيع المركبة. وكنشوف الآن بالنسبة لموضوع هذا الدرس التحليلي اللي كيتعلق بتشكل الشخصية المغربية عبر التاريخ، هو جد مهم، راه فيه مجموعة من العناصر اللي ماشي هي متعلقة خاصة بالنسبة للتاريخ. أنا أستاذ مؤرخ وغني عن التعريف ودرس يوحي بأننا سنتحدث عن التحول ولا عن تطور ولا عن تحول الشخصية المغربية عبر التاريخ، ولكن أنا سنشوف فيه أول حاجة هو موضوع الشخصية. الشخصية بوحدها موضوع مهم للدراسة، وحنا كنعرفوا بأن الإنسان بطبيعته إذا ما كانش متضحى معالم الشخصية ديالو، وإذا ما كانش هو متزن الشخصية ديالو، وإلا هو ما عارفش وما ضبطش الشخصية ديالو، ما يمكنش ليه يكون عنصر صالح في المجتمع، ما يمكنش ليه يتعامل مع الناس، ما يمكنش ليه بزاف المسائل، خاصة إلا غنهضرو على واحد الطابع اللي هو الشخصية المغربية، المغربية الغنية عن التعريف واللي تميزات عبر العصور وعبر التاريخ بزاف ديال المواقف، سواء مواقف سياسية ولا مواقف ثقافية ولا اجتماعية إلى غير ذلك. ثاني شيء هو التاريخ، لأننا في هذه المرحلة هو غادي يهضر على تشكل الشخصية المغربية، غادي يعطينا واحد محطات تاريخية مهمة اللي كترسم لنا التطور ديال المجتمع عبر التاريخ بالنسبة للمغرب. بطبيعة الحال أنا
سعدت كثيرا باش نشوف هذا الحفل الافتتاحي والحضره ونستمتعوا بالشخصيه اللي معنا اللي هو الاستاذ طيب البيت الغني عن تعريف. وان شاء الله انا كنقول لكم بالنسبه للطلبه ديالنا كونوا عند حسن الاستماع باش تستافدوا ولا شك انه سيكون درس جد شيق ومفيد. شكرا. شكرا استاذ بياض لكم الكلمه. اذا صباح الخير. اولا سعيد جدا بالتجاوب مع دعوه كريمه من صديق عزيز وباحث مقتدر الاستاذ خالد الحياني. شكرا للاستاذه الفاضله الاستاذه العالمي على الكلمه الطيبه التي تفضلت بها. شكرا لكل من خصص حيزا من وقته ليحضر معنا تقاسم هذه اللحظه المعرفيه التي في الواقع سأبدأها بنوع من الروح. وفكرة هذا الموضوع يعني شغلتني حوالي 5 سنوات. قيل لي قبل حوالي 5 سنوات أن أرحل إلى الصين، وكانت لي نوع من الصدمة مع الحضارة الصينية أكثر من صدمة مع الحضارة الغربية لسبب بسيط، وأنه انتابني حينها ذلك السؤال وأنا أتفاعل مع بعض الفعاليات الصينية عن هذه الطفرة التي أحدثتها الصين، وكان السؤال عندي يتجاوز ما هو تقني، ما هو ظرفي، ما هو مرحلي. عندما تحتك مع الإنسان الصيني تدرك أن وراء هذه الطفرة رصيد حضاري كبير جدا، استثمار ذكي للتراث والتاريخ والحضارة. الصين التي احتاجت في لحظة ما أن تحمي ذاتها بسور عظيم لصد قبائل غازية، وواجهت غزوا برتغاليا مبكرا لشواطئها، بل واجهت غزوا بريطانيا بمنطق الأفيون لغزو عقولها قبل مجالها، وواجهت استعمارا من الجوار الياباني، وانتزع منها منصبها في الأمم المتحدة ليسلم إلى تايوان بين 49 و 71. وبالمناسبة لعب المغرب دورا كبيرا في عودة هذا المقعد إلى الصين. شعرت في تقدير الشخص المتواضع بنوع جرح لكبريائها، فقدمت ما أسمته بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية أو عصر الإصلاح والانفتاح الذي استمد قوته من هذا الرصيد الحضاري. تنسب قولة إلى نابليون بونابرت قال فيها: عندما تنهض الصين سيهتز العالم. نهضت الصين ولكن من قلب بعات حضاري كبير اتكأت عليه لتقول كلمتها. يومها كان علي أن أرحل في هذا الذهاب والإياب بين رصيد حضاري هناك ورصيد حضاري هنا. ما هو هذا المشترك؟ لأن ثقلنا الحضاري، لأن رصيدنا الحضاري، كيف يمكن أن نعود إليه بشكل إيجابي ومنتج لنؤسس معه هذه القراءة المنتجة؟ لكن حسب أنني وجدت في هذا الأمر نوعا من التحدي. وكيف يمكن أن تكتب عن ذاتك بموضوعية؟ كان هذا هو التمرين الصعب. ولكن كان أمامي أستاذ كبير ومؤرخ له مكانته الريادية على المستوى الدولي، فيرنان بروديل، الذي كتب مجلدا كبيرا وضخما عنونه بهوية فرنسا وطرح هذا التحدي، فكان لدي نموذج للاستئناس. إذن سأتقاسم معكم هذه التجربة البحثية التي قادتني إلى نوع من التحدي مع الذات للتقعيد للشخصية المغربية بسؤال يروم قيام بنوع من التمرين في العلاقة مع هذا الموضوع.
ليس من باب التأصيل هكذا للعودة للأصول، لكن من باب هذه القراءة. لذلك اسمحوا لي أن أتقاسم معكم عصارة أو خلاصات هذا البحث الذي ناهز تأمله 5 سنوات، ولكن البحث فيه عمليا زهاء 8 أو 10 أشهر. إذن أن تكتب عن الذات أو الوطن أو الأرض أو الهوية على الانتماء بكل أبعاده ومعانيه من موقع علمي ينشد المعالجة الأكاديمية للموضوع، لا بد أن تقع تحت ضغط قوتين متعارضتين، الذاتية والموضوعية، الوجداني والعقلاني، نوازع النفس ووازع الصنعة. من الصعب، ربما من الوهم، أن يدعي باحث ما أنه أدخل موضوعا من هذا القبيل إلى مختبر البحث وتعامل معه بحياد مطلق، والأهم بدا من بارد كما يتعامل علماء البيولوجيا مع عينات الدراسة المنتقات لإجراء الاختبارات والأبحاث المجهرية. يتعلق الأمر بكتلة مشاعر وجملة عواطف مستبطنة نحملها في وعينا ولا وعينا تجاه الفضاء الذي ننتمي إليه، والذي قد يبدأ بالبيت وينتهي بالوطن الجامع مرورا بالحي أو الدوار ثم القبيلة أو المدينة، تلعب دور الموجه بشكل لا شعوري فتفعل فعلها لتحجم مساحة الموضوعية بعد أن تكون قد أوحت للذاتية بالتسلل ولو عبر مسامة دقيقة إلى أعمالنا حول ذواتنا. ولعل الوعي بانغراسها في عقلنا الباطن والإقرار بمفعولها المغناطيسي اللا إرادي هو المدخل السليم للحد من تأثيرنا على فهمنا الموضوعي لما نروم دراسته من منطلق الحرص على بناء معرفة تاريخية تتمتع بقدر محترم من المصداقية تضمن لنفسها أمد حياة أطول، وهي تطمح لرصد العصارة الذهنية لتجربة إنسانية عاشها من عمر هذا الحيز المجالي الواقع في شمال غرب أفريقيا طيلة قرون مديدة، فعل وتفاعل عبر الظهور والعصور ثم ألف نفسه يلقب بالمغربي. هو إذن تمرين تأويلي تحفه مخاطر ذاتية وتعترضه المطبات الإبستيمولوجية، لذلك لا بد له من إشكالية واضحة وبوصلة محددة وعدة نظرية ومنهجية محصنة، كما أن طول الفترة المدروسة وتشعب قضاياها ذات الصلة بجوهر الموضوع تفرض الانفتاح على حقول معرفية متعددة وتجعل التحليل ممهدا للتأويل مع الإعراض عن الكثير من الأحداث والتفاصيل التي يجري تكتيف جوهرها داخل وعاء التركيب. إذا لنقدم الإشكالية وعدتها أو عدة معالجتها على أن أعمل عبر محطات لتأسيس هذا الموضوع لاحقا عبر 3 محطات، لأننا نشتغل على الزمن الطويل. عند محطة أولى أسميتها بولادة مبكرة وتشكل في زمن شبه راكد، ومحطة ثانية عنونتها ببصمة الإسلام وصدمة الحداثة، ومحطة ثانية عنونتها بعصر الإزدواجي أو مغرب الثنائيات، قبل أن أنتهي إلى استشراف أفق وأن أجيب أو أسعى إلى الجواب عن ما معنى أن تكون مغربيا. لنبدأ بهذا السؤال، ما معنى أن تكون مغربيا؟ وما معنى أن ينشأ هذا المغربي في جزيرة؟ ماذا يمكننا أن نفهم من كلام شارل أندري جوليان؟ والعبارة العربية جزيرة المغربي ليست من قبيل الاستعارة فحسب، بل هي تمثل هذا الميل إلى الدوام الذي تختص به الجزر. فالمدنيات المتتابعة التي طرأت من الخارج لم تكن بالنسبة إلى البربري إلا ثيابا متنوعة تستر جسدا وروحا لا يتغيران. وفيما يتساءل دانيال ريفي، ابتداء من أي لحظة تاريخية يصح أن نتكلم عن كيان اسمه المغرب قبل أن يحسم في أمر البداية مع إدريس الأول؟ يسائل عبد الله العروي ذاته في كتاب استبانة، لأن كان حوار جواب مع نفسه، هل وجد على الدوام شعب مغربي أمة مغربية؟ بينما يختم جيرمان عياش دراسته المخصصة لموضوع تكوين الشعب المغربي بسؤال قديم أو لنقل متجدد، كيف لا يكون الحاضر نتيجة للماضي؟ نسجل التحذير المنهجي الذي نبه إليه عبد الله العروي، ومضمونه أنه ليس من حق أي أحد أن يسحب واقعا متأخرا على حقب أولى من التاريخ
مع ما يعنيه من ضرورة تفادي تفسير أي طفرة أو انعطاف أو تحول في هذا المسار الممتد انطلاقا من تطور لاحق. ونستحضر تنبيها منهجيا آخر لا يقل عنه أهمية لإبراهيم بوطالب مرتبط بالأناكرونية، بما هي خروج عن الزمان، وإذا خرج المؤرخ عن الزمان خرج عن المنطق الذي تقوم عليه صناعته. لم يمل عبد الله العروي من تكرار ذلك التحذير المنهجي، خاصة في نقده للتهافت الذي وسم الأبحاث الأجنبية التي رامت التأريخ لماضي المغرب البعيد، سواء تعلق الأمر بما قبل التاريخ أو التاريخ القديم. ولم يكل إبراهيم بوطالب من التنبيه لأهمية المصطلح في التاريخ ولو بنفس بيداغوجي، وهو يرى الإسقاطات قد استشرت بين جيل يستسهل التأليف ولا يحتكم فيه لأي وازع إبستيمي. يفرض طرق باب هذا الموضوع بالغ التركيب والتعقيد ضرورة التفطن إلى هذه الثغرات لتكون الهواجس المنهجية محددة وموجهة في التعاطي مع بلوغرافية متنوعة الحقول المعرفية والخلفيات الإيديولوجية. الكتابات المعاصرة التي عالجت هذا الموضوع من 1787 حتى الخريف 2023، أي من لوي دو شوني حتى العمل ديال حسن طارق اللي خرج مؤخرا حول الوطنية المغربية، لامست هذا الموضوع بمستويات مختلفة. التميز فيه بالأساسي مرتبط بمدى انتصارها للرصانة والعمق الفكري وعدم الانحياز إلى استراتيجيات إيديولوجية معينة سواء استعمارية أو وطنية. هذا الأمر يفرض تعاطيا نقديا مع ما يمكن الاطلاع عليه من هذه المراجع. التحدي الآخر هو أننا نخوض في موضوع عادة لدينا ذاك التقليد قتل بحثا، يعني أنجزت حوله أعمال كثيرة، ماذا عسى هذا الذي وصل متأخرا أن يضيف إلى ما سبقه إليه الأول؟ لدينا خيارين في هذه الحالة إذا كان لدينا كل هذا التراكم، إما أن نبحث عن وثائق جديدة لم ينتبه إليها من سبقونا فنضيف إليهم ما توصلنا أو ما فادني بهذه المراجع، أو أن نعتمد مدخلا منهجيا جديدا يعطينا زاوية نظر أو توسيع منظار للانتباه إلى أشياء لم ينتبه إليه من سبقونا، أو هما معا. طيب، لدينا التراكم الذي أنجزته الأبحاث الأثرية فيما يتعلق بالتاريخ القديم وما قبل التاريخ، أو حتى ما يسمى بالأركيولوجيا الإسلامية في الفترات الوسطية والحديثة. طيب، شخصيا مجال تخصصي بعيد كل البعد عن هذا المجال، لا أفهم شيئا في الحفرية الأثرية. إذن رهاني الأساسي سيكون على عدة نظرية ومنهجية تسعى إلى أن تستأنس بأدوات بحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية لمحاولة الإطلال على هذه السفوح التي ربما ظلت ضليلة في هذا التاريخ، وبالتالي تسعى إلى أن تضفر بذلك الخيط الناظم أو الخيط الهادي إلى رصد مخاض الولادة وتتبع أطوار التشكل ورصد مراحل التطور. كتب عبد الله العروي في مجمل تاريخ المغرب عن مراقبته لظهور فكرة المغرب، وأضاف: إنني كتبت صيرورة فكرة المغرب أم أكثر مما أرخت لأرض وسكان المغرب. طيب، شخصيا سأتقاسم هاجس البحث هذا لكن من منظور تاريخي مغاير، هذا هو الطموح، يهم مراقبة ولادة حصلت في زمن صحيح أقدم من ذاك الذي رآه شارل أندري جوليان يتضطر بتيابة متنوعة لمدنيات متتابعة طرأت من خارج ترصد أو تستر جسده وروحه العصيتين على التغيير التي تحدثنا عنها قبل قليل. ذلك الإنسان الذي صانت بقاياه تربة جبل إيغود لهذا الكائن القاتل بشمال غرب إفريقيا، ثم حصلت تحولات بطيئة في زمن شبه راكد حولته إلى فاعل أكثر في المجال، وتحول خلال العصر القديم إلى ذات ليست فقط فاعلة بل ومتفاعلة أيضا مع حضارات طارئة، هكذا سماها، كستها ثيابا متنوعة منحتها أولى خصائص التميز عن الجوار. لنعود إلى التحذير المنهجي لإبراهيم بوطالب وأقول: صحيح أنه لم يكن يعرف نفسه أنه مغربي،
أو يعرف نفسه بالمغربي، وأن بناءه الذهني كان خاليا من أي بحث عن انتماء أو هوية بمعانيها المعاصرة، بل حتى مورفولوجيا جسده مختلفة عن المغربي الحالي. لكن بالقدر الذي كان بناؤه الجسدي يتحول تدريجيا عبر قرون طويلة ليستقر على ما هو عليه اليوم، كان بناؤه الذهني والنفسي يتشكل في تفاعل مثمر بين المحلي والطارئ لنحت معالم شخصية إنسان مغربي اليوم. نوضح الفكرة أكثر عبر رصد البصمات والتحولات التي طبعت هذا الإنسان العاقل الذي عمر حيزا جغرافيا بالبلاد المعروفة حاليا بالمغرب قبل 300 ألف سنة، وفي الزمن الطويل أو ما اسمى فيرنان بروديل بالزمن شبه الراكد باعتباره بنية تحتية. يقول صاحب التاريخ والعلوم الاجتماعية المدة الطويلة في هذا الشأن: هكذا تظهر لنا المدة الطويلة من بين أزمنة التاريخ المختلفة وكأنها شخصية مزعجة معقدة. وعلى أي حال بإمكاننا إعادة التفكير في كلية التاريخ بالنسبة إلى هذه الطبقات من التاريخ البطيء باعتبارها بنية تحتية، ويمكن أن فهم هذه الطوابق كلها، هذه الآلاف من الطوابق وهذه الآلاف المؤلفة من التشديات التي خضع لها زمن التاريخ. ضمن هذه الرؤية نريد قراءته، نعتمد هذه العدة المنهجية للتقعيد للشخصية المغربية والتأريخ لاستنبات نبتتها الأولى لتجاوز التحقيب الذي اقترحه دانيال ريفي، الذي يرى أن الأمر بدأ مع مولاي إدريس كما قال، دون تأسف إبستيمولوجي كما حذر من ذلك، بل نلفي القفز على طبقات من تاريخ بطيء سابق خللا إبستيمولوجيا شبيها بالقفز في الهواء دون التفات لقوانين الجاذبية. ألم يستطرد هو نفسه مؤكدا أنه من هذا المنظور لا ينطلق تاريخ المغرب من قدوم الإسلام إلى هذه الأرض، ولا يكون أول المغاربة هو إدريس الأول. نحدد إذن نقطة البداية من حيث أسعفتنا آخر النتائج العلمية للأبحاث الأثرية في ذلك، ونسجل ما دونه إبراهيم بوطالب كما يلي: وكأن الأرض المغربية لا تتصل بغيرها سوى عن طريق الخلاء برا وبحرا، فيزداد تمسك أهلها بها بقدر ما تشتد حاجة إطالة المقام بها لمن هاجر إليها، حتى إنها لبعدها وانعزالها محسوبة في الأساطير اليونانية من جنات الفردوس ودار للبقاء. قبل أن يضيف: إن المغاربة مثقفون على التعددية، شأنهم في ذلك مرة أخرى شأن الأم الكبرى، فإنها كانت كلها بمثابة بوتقة سهار. هذا المنطق الذي يحلل به إبراهيم بوطالب يقودنا إلى منطق آخر في التحليل نستأنس فيه بنظرية التخوم كما نحتها المؤرخ الأمريكي فريدريك جاكسون تيرنر، وقدمها في لقاء للجمعية الأمريكية للمؤرخين بتاريخ 12 يوليو 1893. ما يهمني في هذا الموضوع، هذه المقارنة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، هذا الموضوع في العلاقة مع الحدود وكيف يمكن أن تكون قارئة لتاريخ في الزمن الطويل. ينتبه إلى مسألة في غاية الأهمية، هو بالنسبة له ما يعبر حقيقة عن الهوية الأمريكية ليس هو الشرق، ليس هو حيث كانت هناك البصمة الأوروبية. يقول في هذا الشأن: ليس الساحل الأطلسي ما يعبر حقا عن تاريخ الوطن، بل الغرب العظيم، لأنه بكل بساطة هو الذي صنع الهوية الحقيقية للولايات المتحدة وحررها من المهماز الأوروبي القابع في الشرق بين المحيط الأطلسي وجبل الأبلاش. وما كان لذلك أن يتم لولا وجود تخوم متجددة ومنتجة ومنفتحة نحو الغرب. حصل عبرها ذلك التفاعل والتكامل، فنسجت خيوط الوحدة والنماء والانصهار بدل التشدي والتقهقر والانشطار. إذن بالنسبة لي شاف في الغرب شي حاجة اللي أمريكية صرفة، دونك نحتفظوا بهذه المسألة لأننا سنحتاجها في قراءتنا كما قلت، هذه كلها للاستئناس. من قلب هذا الواقع سينحت أو سيسوغ مواطنه الأنثروبولوجي رالف لينسون نظريته حول الشخصية أو الأسس الثقافية أو الخلفية الثقافية للشخصية. ما يهمني في هذا الموضوع ديال
رالف لينتون هو هذا التمرين الذي يتيح لنا الانتقال، هذا اللي كنت في البداية كتحدث عليه الأستاذة، من الحديث عن الشخصية بصيغة الفرد إلى الشخصية الجماعية، كيف يمكن أن نستأنس بها. هذا الاستئناس كيعطينا هذه الإمكانية من خلال التفاعلات، ويميز ما بين الشخصية الأساسية والشخصية الوظيفية، كينتبه لواحد المسألة اللي كيسميه هو هذا المعتاد اللي كيتشكل عند 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 الجماعة، اللي كيتيح للمرور لواحد المعتاد آخر نحته بشكل قوي جدا وأكثر وضوحا، اللي تحدث عليه السي خالد، بيير بورديو، لو هابيتيس. هاد الـ هاد الـ هاد الـ هاد الـ هاد الـ هاد الهابيتيس ايضا اللي كيتميز بواحد المرونه معينه، كتعطي واحد الامكانيه للمرور ايضا، واحد العفويه واحد الطبيعه، يعني اللي كيعطي داك الامكان ايضا من المرور من الخاص للعام، اللي تتيح ما يمكن بمأسسته ليصح هاد ليصير هاد الهابيتيس، وكانه لسان حال الشعب معبر عن الجماعه ويسمى معبر عن الفرد. اذا في نهايه المطاف هاد العدة النظرية ولا هاد المجهود ولا هاد التمرين، هاد الإطلال على هاد أدوات البحث، يلي كتجعلني أصل إلى نقطة أقول فيها أن هذا الهابيتوس المغربي الذي يحاكي ما اسمع عبد الله العروي بالنفسانية المغربية، نبحث بين ركام هذه الآلاف من طوابق تاريخنا البطيء، بلغة بيير بوردو اللي تحدث على آلاف الطوابق من التاريخ، وهذه الآلاف المؤلفة من التشديات التي خضع لها زمن هذا التاريخ، انطلاقا من هذا العمق الممتد لآلاف السنين، ومن شبه الجمود الذي نحت على مهل هذه الشخصية داخل تخوم فضاء جغرافي يشبه، انتبه هذه المسألة مزيان، قرأوا جغرافيتنا، المغرب مقارنة مع المشرق في الزمن في التاريخ والحركات، راه التيرمينيس نهاية السير. تبوا هذه المسألة مزيان جغرافيا، يشبه محطة نهاية السير للقادم من الشرق في اتجاه الغرب. لذلك كنفهموا هذه القضية اللي كيقول السي إبراهيم بوطالب، ماشي عبثا حيث يزداد تمسك أهله بقدر ما تشتد حاجة إطالة المقام به لمن هاجر إليه، لأنه لم يكن مجرد محطة عبور ولا مجرى ماء ضحل، بل منتهى المسير ومصب نهر حضاري متعدد الروافد، وملاذا وموطنا للوافدين من آفاق عديدة لمدة زمنية مديدة، مما أتاح تفاعل ذرات وجزيئات مختلف الترسبات الحضارية ببطء وتراكمها في الزمن الطويل فيما يشبه الترسبات الصخرية التي تنحت شكلا تضاريسيا متعدد الطبقات والمكونات خلال آلاف السنين. وبينما تظل إشعاعات التأثيرات المشرقية أقل انبعاثا مقارنة مع الجوار، مما يفسح المجال لبروز المحل أكثر وتفاعله مع الوافد، هذا مستوى مع الشرق. مقابل هذا الشيء كله ينتصب بحر الظلمات كحد من جهة الغرب، ما بقاش فين غادي تزيد، مفروض عليك أنك تفوض وضعيتك داخله بالقوة وبالفعل. إذن هذا الانصهار كيفاش غادي يتشكل في الزمن الطويل؟ عندنا معطى آخر وغادي نرجع لهذه المسألة وسأمر عليها سريعا، هو ما يتعلق بهذا الموضوع ديال الشخصية. لماذا ندرس الشخصية؟ ما الحاجة إلى دراسة موضوع الشخصية؟ سيمونير قبل قليل كان يتحدث عن النموذج البريطاني، البريطاني في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر احتاجوا أنهم يدرسوا الشخصية ديالهم. كانت حاجة مجتمعية، كان طلب اجتماعي، علاش؟ لأن كان خصنا ندرسوا الشخصية البريطانية في تعاليها على الصراعات الاجتماعية والمجالية، وفي تمايزها عن شخصية المستعمرات زمن الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. شنو هي لا بيرسوناليتي ديال الميتروبول البريطاني مقارنة معها؟ الألمان كان عندهم العكس، الألمان كان عندهم التشدي ديال الوحدة الألمانية، وكان مزعج للمفكرين، خلق قلق. خصنا نقلبوا على السؤال ديال 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 الشخصية ديالنا. دونك يطرح كما قلت هذه التحديات كلها، ويطرح على المؤرخ أن يخوض هذا التمرين، قدره أن يخوض هذا التمرين مسلحا بهذه العدة النظرية والمنهجية، ومستأنسا بذلك السؤال الذي طرحه مارك بلوك في كتابه أبولوجي بور ليستوار أو ميسي ديستوريان، أكوا سير ليستوار، في تفاعل المؤرخي مع قضايا عصره، وبالاستئناس كما قلت بهذا التمرين الذي قام به فيرنان بروديل في ليدونتيتي دو لا فرانس. طيب، ضمن هذا المنحى يبحث هذا
وليسعى هذا البحث إلى البحث عن بنية ذهنية تشكلت من طبقات متراكمة أنتجتها بيتيس شارح لنوعية الشخصية وسمها بميسمها الخاص. في هذه الولادة المبكرة، وحتى لا أطيل كثيرا لأنه الإشكال هو أن الزمن الفترة الزمنية طويلة، وقدرنا أن نركب ونكتف ونختزل ما أمكن لنصل إلى الفكرة التي نود أن نصل إليها. عبد الله العروكي يطرح واحد السؤال، فلماذا كتب مجمل تاريخ المغرب؟ ماذا سيضيف؟ ويقول أنه في نهاية المطاف دخلت في نقاش يقولها مع ما كتبته الدراسات الاستعمارية، كانت موجهة ديال القرن 19 بالأساس باش تخدم واحد الأجندة معينة، والدراسات اللي سواء ديال اللي كنت كدير في باريس أو اللي كنت كدير في الجزائر بعد الاستعمار الفرنسي للجزائر، وأن يدخل في هذا النقاش معه. وكيقول أنه في نهاية المطاف ولو لن أضيف جديدا زعما على مستوى المصادر اللي نوصلها، يكفي أنني نقدم تأويل بناء على رؤية مغربية، قدمت تأويل أدير. يقول نظرة مغربية على تاريخ، ولو لم آتي بأي كشف جديد مقتصرا على تقديم تأويلات جديدة للأحداث والواقع. ضمن هذه التفاعل مع الـ مع الـ مع الـ مع الدراسات الأجنبية يطرح السؤال الأصل، هل هو أوروبي؟ الدراسات الاستعمارية كتقول لك لا سيدي، هكذا هؤلاء السكان هذه الأرض جاءوا من أوروبا، نظرية ديال الإدماج إلى آخره. حكومة برؤية استعمارية بغي توصل واحد الغرض معين، ولكن إذا مشينا للدراسات الأجنبية ذاتها غلقى واحد الفرنسي جاء قبل من هذه الموجة الاستعمارية اللي هضرنا عليه لويدو شيني في 1787، هذا شوف واحد المهمة دبلوماسية وبقى في المغرب، قضى في المغرب شي 15 سنة، كتب لو ريسي دو فواياج ديالو، كتب واحد الكتاب مهم جدا في ثلاثة الأجزاء، باش كيبدأ الفقرة الأولى فيه: من بين جميع الشعوب التي نجت من الصراعات التي هزت الكرة الأرضية، ربما يكون المغاربة هم الأقدم والأقل تناولا بالبحث من طرفنا. لفظتهم آسيا، فساقتهم الحركات الأولى لأهواء الناس نحو الأجزاء الغربية من الكرة الأرضية. هذا فرنسي في 1787، ما عندوش في ذهنه هذه الرؤية الاستعمارية اللي بغي نوصله. دونك نحن أمام طرحين، ولكن في نهاية المطاف فيرنون برودي كيحل هذه المشكلة في الحقيقة، الوقت اللي كيقول لك الحضارات الأولى كلها تشكلت في الشرق، إذن لا أنت ولا أنا في الأصل كان الإشعاع من جهة الشرق. في موضوع الأصل عندنا هذه الدراسة اللي كانت مهمة جدا اللي تنشرت في 8 يونيو 2017 ديال السي عبد الواحد بن نصر في مجلة ناتشر، اللي كتحدث ولا كتعيد النظر في أصل هذا الإنسان العاقلي في إفريقيا. كانت الفكرة هو أنه في إثيوبيا واحد 160 ولا 200 ألف سنة جاء، لا هذا بحث ما فيش الآن، فيه باحث مغربي أو معهد مغربي ومعهد ألماني وباحثتين أمريكيتين كيقدموا الخلاصة، كيقول لك لا أروبونسي هذا أصل الإنسان العاقل يعود إلى 300 ألف سنة وفي المغرب. إذن نتحدث عن منطلق. ما يهمني في العودة إلى هذه المسألة هو هذا الوجود الحضاري أو لهذا الإنسان أو الإنسانية الحالية جدها كان هنا كيف؟ هذا لا يكفي، هذا ليس من باب الهوس البحث عن الأصول، ولكن من باب أننا نقبض على هذه النواة الأولى ونتسبع تشكلها. التشكل ديالها عبر التاريخ يفيد على أنه كان ينتج ثقافة، كان ينتج تعبيرات رمزية معبرة، الحفريات سواء اللي دارت في كهف الحمام في تافوغالت بالجهة الشرقية، في سيدي عبد الرحمن، في الرباط إلى آخره، تعبر على هذه التعبيرات الثقافية لهذا الإنسان. أيضا يمر عبر الحضارة النيوليتية وما أعطت، ثم نكتشف من خلال هذه التعبيرات التي أفادتنا بها الحفريات الأثرية أو الرسومات والنقوش الصخرية على كل هذه التعبيرات الحضارية التي عاشها هذا الإنسان في الزمن الطويل. كنوصل واحد المرحلة اللي كيسميوها بما قبيل التاريخ،
واللي كتنتهي لانه التاريخ كيبدا مع الكتابه. دونك بالنسبه لهم هاد البصمات ديال هاد الانسان الذي عاش في هذه المرحله كيف كان ليس فقط يدبر ذاته في جانبها المادي ولكن ايضا في جانبها الروحي. وفي الجانب الروحي ربما نتفاجئوا الى عرفنا بانه 12000 سنه قبل الميلاد كدار اول عمليه جراحيه في المغرب. يعني هذا الانسان هذا يبدع بلو سبيريتشيال ديالو ملي داروا الحفريت على الارض بانه دار واحد العمليه يعني يتفاعل من موقع هاد العمل. اذا كنراكموا هاد الرصيد الحضاري كله اللي قلت فيه اجتهادات في ابداع في ابتكار حسب المتاح فهاديك حتى ما نديروش اسقاط ولكن يدبر او يفاوض وضعيته انطلاقا من اختراعه لما يؤمن به ليس فقط ذاته ولكن ليطور هذه الصيروره. نصل الى المرحله ديال التاريخ القديم ومن كنتحدثوا على المرحله الموريه نتحدث عن تجربه كان على هذه الذات ان تفاوض ايضا وضعيتها في مجال متوسط محكوم بتنازع قوتين كبيرتين ما بعد الفينيقيين والتاثير بالفينيقيين الى اخره. كاين معطى اخر هو ان عند كرومو عند قرطاج خصك تبصم على تميز. الدراسات كلها كتقول بانه في هذه المنطقه بالضبط ربما كان التاثير ديال القوتين مع الاقل بحكم الجغرافيا بحكم مجموعه اشياء ولذلك حتى التاثير البونيقي سيكون له بصمته التاثير الروماني سيكون بمنطق نوع ما الاستعماري اللي سيفرض واقعا جديدا ولكن كيخلق واحد الديناميه ديال الذات في العلاقه ايضا مع لفظ الاخر ورفضه وردود فعله. بالتالي سنخرج من هذه المرحله الفينيقيه القرطاجيه الرومانيه بتاثير وتاثر ولكن ايضا بهذا المحل الذي ينتج من واقعه ويتفاعل مع محيطه. عندما سيأتي وندخل المحطة الثانية المرحلة الثانية ديال قدوم الإسلام سيطرح هذا السؤال كيف سيكون هذا التفاعل؟ ما هو الرصيد السابق؟ بالنسبة لدانيال ريفي يعتبر أن الإسلام المسيحية التي كانت في شمال إفريقيا مهدت لاعتناق الإسلام لان ديجا كاين هذا التمرين بالاعتقاد الديانات السماويه الى اخره دونك كاين هذا المساله. لكن ينبه الى مساله في غايه الاهميه وان هذا الاسلام الاصلي تم تكييفه مع الظروف المحليه ويضيف بالنسبه للعلاقه مع الشرق يقول ان البربر اعتنقوا الديانه دون القبول بان يصبحوا عبيدا مملوكين لمن اتى بها. دونك كاين هذا مسألة ديال الذات في العلاقة مع المشرق. لذلك يعتبر عبد الله العلوي أواسط القرن الثامن الميلادي منعطفا نوعيا في تاريخ المغرب إذ رأى في انتشار الدعوة الخارجة في ربوعه تحررا من تبعي للمشرق وأخذ لزمام المبادرة. إذا الآن هذه المسألة غتولي أيضا مع المشرق في هذا الذهب والإياب. أنا بالنسبة لي في العلاقة مع هذا الموضوع القرن الثامن الميلادي عندما نقرأه يطرح ذلك السؤال هل يمكن اعتبار ما حصل في القرن الثامن الميلادي قطيعة في مسار بناء هذه النفسانية المغربية بلغة العروي أم مجرد تحول يفهم في سياق اختيارات أهل هذه الجزيرة الواقعة في أقصى الغرب والتي لا تلبث أن تعود إلى ذاتها ومقومتها المحلية بعد كل انفتاح. وهذا الانفتاح اللي كان في السابق كان فيه الانفتاح الفطري في العلاقة مع الفينيقيين ولكن أيضا كان فيه الانفتاح القهري في العلاقة مع الرومان وردود الفعل. إذا الآن يطرح هذا السؤال إذا كان هذا الانفتاح اللي كنتحدثوا عليه الآن حصل شنو هو لوبلي شنو هو الجديد شنو هي البصمة اللي غادي يجي في هذا الهابيتيس اللي كنتكلموا عليه اللي غادي يكون فاعل في هذه الشخصية في الأمور الطويلة. سأقف على محطة سريعة المحطة الأولى أو العناوين سريعة هو البحث عن نوع من الاستقلالية على الخلافة في المشرق. التمرين غادي يتم بواحد الشكل اللي فيه كثير من اللحظات اللي كتكون فيه المرونه ولكن في اللحظات اللي كيكون فيها النشاز. الى وقفنا غير على التعبيرات ديال الالقاب امير المؤمنين وامير المسلمين لمن وكاين واحد النص قوي عند الناصري في الاستقصاء ما بين صلاح الدين الايوبي ويعقوب المنصور الموحدي في غايه الاهميه
ننتبه إليه. عندنا المحطة الثانية إذا العلاقة مع المشرق في التمايز، لأن استحضرت قبيلة فريدريك جاكسون تورنر، ماشي غير طرف فكري، لا باغي نولي كنقلب على هذا المجال وعلى هذه الحدود، كيفاش كتخلق هذا التمييز ديالو في العلاقة مع الشرق، واش غيكون ولا غتقلب على واحد التمييز، على واحد الهوية خاصة متميزة ضمن هذا المشترك الكبير. غننتقلوا أيضا من زمن الإمارات الصغرى إلى الإمبراطوريات الكبرى. كاين واحد العبارة جميلة جدا ديال السي إبراهيم بوطال، كان الغرب الإسلامي من سراقسطة إلى نهر النيجر ومن سوس إلى سوسة تحت حكم تلك العاصمة وفي ظل الدولة الموحدية. كننتقلوا من واحد المحطة إلى واحد بناء هذه الإمبراطوريات الكبرى. معطى آخر دائما، أنا هذه عناوين سريعة، نتأملوا نظرية العصبية والدولة عند بنو خلدون. القبيلة كتبدأ كتشكل واحد النموذج ديال الدولة، كتحول إلى إمبراطورية بحال اللي وقع مع المرابطين. ننتبهوا لواحد المسألة دائما في بناء الشخصية المغربية، عندما تضعف شوكة هذه القبيلة وكتنهار الإمبراطورية، واش كتنهار الدولة؟ لا، ما كيرجعوش القبائل الشتات ديالهم. لا يقتصر الأمر أن تنتقل الزعامة من قبيلة إلى أخرى وكتولي ربما الإمبراطورية أقوى من الموحدين. هذه المسألة في غاية الأهمية. المسألة الثالثة ولا الرابعة، هذه المرحلة كان على هذا الكيان أو لهذا الوجود أو لهذه الهيئة كما يسميها جيرمان عياش أن تتولى مهمة الدفاع عن دار الإسلام في الضفة الغربية للبحر الأبيض المتوسط. العالم كان مشكل في البناء الذهني ديالهم إلى دار الكفر، دار الإسلام، بر بلاد المسلمين، بر النصارى إلى آخره، وعندك هذه المهمة للقيام بهذه الرسالة. المهم عندي هو واحد اللحظة فارقة في تاريخ المغرب، الوقت اللي كنت كتقوم بهذه المهمة ديال دفاع على دار الإسلام غربا من موقع القوة، من كيوقع الضعف، المسألة في غاية الأهمية مع الوطاسيين، وما كيناش القبيلة اللي غتقوم هذا المشروع، هاي زناتية ولا مصمودية ولا اللي بغيتي، في لحظة الضعف وعندك هجوم شرس للإيبيريين. أتونسيو، راه ما كنديرش واحد التمرين ديال المقارنة، منين جاو الإيبيريين في القرن 15 و 16 في المغرب وبقاو في السواحل، ومنين مشاو الأمريكا اللاتينية أبادوا شعوبا بكابيريا، زعما هنا ما أبادوهمش لأنهم كانوا رحماء معانا، لأن كاينة شي حاجة هنا دو سبيسيال اللي غنهضر عليها. في هاد اللحظة هذه كان على الذات أنها تنطلق القبيلة، القبائل أن تخرج كلها، وهنا غيولي هذاك الثنائية ديال واش هو مشروع سياسي ولا مشروع ديني في عملية رد الفعل. لذلك نتحدث هنا عن لحظة فارقة. في هذا رد الفعل، ما في التعاطي ما بين المشروع لرد الآخر وما بين الدفاع على ثغور معينة، ستشكل ما يمكن أن نسميه بخميرة الوطن. تدريجيا وغنرجعوا لهذه المساله، ملي كنرجعوا لواحد الباحث امريكي اخر بويد شايفر كيتحدث على عنده واحد الكتاب هو الوطنيه بين الاسطوره والحقيقه، كينبه لنا لواحد المساله في غايه الاهميه، هو التمييز ما بين الوطنيه وما بين الارهاصات الاولى ديالها. كيف تشكلت الارهاصات الاولى ديالها؟ ملي كنرجعوا لهذا التاريخ ديالنا كيبان انه في هذه المرحله هذه ستظهر الارهاصات الاولى للوطنيه المغربيه، لان كان هذا التحدي ديال رد الاخر. عبد الله العروي ملي كيهضر على هذه المساله ديال الوطنيه المغربيه كيشوفها مرتبطه بثلاثه الامور، اولا بالمخزن، علماء موالي للمخزن بقوالب تعبيريه او الفاظ مستعمله من طريق هذه الفئه، وكيتحدث على التشكل ديالها في هذا الزمن السيروري.
أيضا عندما نعود إلى هذا الوعاء الذي تحدث عنه العروي الذي هو المغسل، أيضا نتيجة على أنه تشكل كما قلت في بناء صيروري، تشكلت مجموعة عناصرية فيما يتعلق بإمارة المؤمنين، فيما يتعلق بالإمامة، الخلافة إلى آخره، وقد يظهر مفهوم الشرف. مفهوم الشرف أيضا سيحضر بشكل مركزي جدا. مسألة أخرى، ودائما أنا فقط أعطي عناوين لأنه ربما الوقت يدركنا، هو ما يتعلق بهذه الشخصية في علاقتها مع المجال. في علاقتها مع المجال، اسمحوا لي قرأ واحد نص قصير جدا ديال السي إبراهيم بوطالب، قوي جدا في هذا الباب. يقول: أن التفاوت بين من نشأ في مجال محصور ضيق ومن نشأ على العكس وهو يعلم أن الأرض الموكولة به واسعة، وأنه إن ضاق الأمر به في سوس فما عليه إلا أن ينتقل إلى الهبط، وإن ضاقت به عيون سيدي ملوك فما عليه إلا بعيون الساقية الحمراء في الصحراء الساحلية. ولعل هذه الضاهية التي تجعل المغرب إنسانا متحركا بالصالقة. هذا الشيء علاش كنفهم علاش ابن بطوطة مغربي، هذا الشيء علاش كنفهم أن هذاك اللي مشى الأمريكان أزموري مغربي، هذا الشيء علاش كنعرف أن أبو القاسم الحجري مغربي، هو اللي علم المستشرق الامريكي الهولنديين في جامعه ليدن اللغه العربيه. كنفهمها علاش هذا المغربي كاين هذا الفواياج في بناء الشخصيه المغربيه. كنفهم ايضا هذا التحرك في الخارج ولكن في الداخل ايضا، في التحرك القبائل عموما تنحو نحو الانتجاع بدل الاستقرار او الضعن. يمكن كتبحث على مورد رزق ويمكن يكون بشكل قهري في التدبير الى اخره وتنقي القبيله الى اخرى، ولكن شنو كيوقع؟ هادشي اللي سماه السي ابراهيم بوطالب، هاد البوتقه، هاد الانصهار، هاد 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 هاد, هاد الاحتكاك اللي كيوقع، لان ملي كينتقل هاد من منطقه الى اخرى كينقل معاه كل التعبيرات الثقافيه. واحد جاي من الرشيديه طالع لتطوان، واحد جاي من الريف هابط جو سي با القلميم الى اخره ولا العيون، يعني كيحمل هاد، كيوقع هاد الانصهار كما قلت في الزمن الطويل. مسألة أخرى نتابولها في الشخصية المغربية، أنا كنأسس هذا الشيء لأن باش نوصل لخلاصة معينة. أزمة المعاش، الاقتصاد، ليكونومي دو سبزيستونس، هذا الثابت كيفاش كانوا كيتغلبوا عليه المغاربة؟ نيكولا ميشيل خصص كتاب لهذا الموضوع اسمه إن ايكونومي دو سبزيستونس دو ماروك بري كولونيال. هذا الشيء في المدة الطويلة كيتفهم، راه فيه ظهرت هذا السيستيم دو فالور، القيم اللي ولات ماشي غير تعبير ديني، لا تمأسس ولا جزء من اليومي، السلوك اليومي. ونيكولا ميشيل كيتوقف عند هذه المسألة ديال القيم لمواجهة هذه المسألة. مسألة أخيرة في هذا المسار كله وهي مهمة جدا، علاش عندنا الثقافة الشفوية أكثر من المكتوبة؟ السي إبراهيم بوطالب كيربطها بتأخر دخول المطبعة إلى المغرب، وكينبه لواحد المسألة في غاية الأهمية. شنو اللي كانوا كيكتبوا اللي غيبقى مطراسي؟ هما النوازل والفتاوى. لذلك عادي جدا غادي تبصمك بالبصمه المحافظه ديالها، وبالتالي داك الاستعداد لمواجهه ما سميناها بصدمه الحداثه غيولي طرح اشكال. فيما يتعلق بالعنصر الاخير ديال العصر الازدواجي او الثنائيات، ما كنقصدش بهذيك الثنائيه ديال الشرع والعرف، المخزن والسيبه، الجبل والسهل، لا. انا كنطرح هذا السؤال في العلاقه مع الاخر، مع عصر الامبرياليات اللي عطاتنا مجموعه ديال الثنائيات اللي غتبصم ايضا هذه الشخصيه ببصمتها الخاصه. المساله الاولى هو ان هذا التدخل الاجنبي عندما سيصير في جوارنا، لان كنا كنقولوا دار الكفر كاينه في الضفه الشمال للبحر الابيض المتوسط، كتنتقل كتجي للجوار. مجاليا كتطرا عليك واحد المساله اللي هضرنا عليها، هذاك التمييز في العلاقه مع الشرق، انتبهوا ليها. كيولي مطراسي، يعني الكيانات القطريه، ولا عندك مجالك المحصور بلغه الخرائط. جوج، كيأكد لك هذاك الشيء اللي تكلمت عليه، لانه ديجا كيرسخ لك انك كنت حتى في السابق منفلتا من قبضه ال عثمان. ثلاثة، كيخلق لك واحد لو بروسيس دي ميغراسيون، الهجره، ما غيجوش غير لي زالجيريان او ماروك، غيوليو حتى المغاربه كيمشيو للجزائر، وغيولي المغربي ايضا كيدخل في العلاقه مع الاخر
في السفر واكتشاف العالم ومغاربة العالم إلى آخره، وغيب لها التشكل. من داخل هذا الواقع أيضا غدرنا تلك الثنائية اللي مازال مهيكلة ديال التقليد والحداثة العلاقة مع الآخر الأجنبي. في المواجهة ديال هذا الواقع الجديد غينقاسموا الناس أو الفقهاء أو الأهل حلوا العقد كيفاش غنواجهوا هذه الوضعية. يا إما أن فساد الزمان وأهله لذلك حصل ما حصل وخصنا نرجع اللور، أو لا خصني ناخذ من عند هذا الآخر اللي يخليني المقومات لمواجهتي. في القراءة المشروعين معا وإن اختلف الطرح، ولكن في تشخيص الوضعية واعتبارها معطى تقني، معطى تقني ماشي بنيوي شامل. يعني في نهاية المطاف هذه المسألة. مسألة أخرى فيما يتعلق دائما في هذه الثنائية، كيف نفهم في مجال التشريع المغربي دخول هذا المتغير ديال الشرعي والوضعي؟ لأن مفروض عليك في وضعيات معينة، النظام القضائي، النظام الجمركي، النظام الجبائي، أنه تجدد وضعية لأنه الآخر صار على الأقل حاضرا معك وعليك أن تبتكر وضعيات. في العلاقة أيضا الثنائيات في تشريعاتنا غندخلوا الكوني والمحلي. اليوم مطروح كيفاش تكيف التراث ديالك أن يشتبك مع المواثيق الدولية في مختلف القضايا، كيفاش غتلقى هاد القدرة على أنه تلقى. اليوم أيضا يطرح، وحنا كنتحدثوا على هذه المسألة، الموضوع ديال المرأة المغربية، النقاش اللي كاين اليوم حول مدونة الأسرة. هذا الرصيد كله اللي كاين ما يمكنش تقفز على واقع، واقع لا يرتفع، بغيتي ولا كرهتي. راه ما كتني كتهضر على مولاي إدريس مقترن بزين بن فزاوية، ملي كتهضر عفوا بكنزة الأورابية، ملي كتهضر على يوسف بن تشافين زينب بن فزاوية، ملي كتهضر على مسجد القراويين كتهضر على فاطمة الفهرية، ملي كتهضر على المقاومة ما كتقفش على الكاهنة ولا على السيدة الحرة في الزمن محطات معينة. ولكن ما يمكنلكش أيضا ما تقراش سوريا الشاوي كوجه آخر العملة ديال النبوغ المغربي كما خطاها عبد الله قنون، بغيتي ولا كرهتي. 16 عام سيدك، هذا واقع عنده فيه واحد التراكم. واليوم عندك متغيرات فيها المحلي والدولي، وكيقول لك خصك تلقى صيغه معينه. كان في داكشي مع بدايه الالفيه الثالثه وقع التجاذب حول خطه العمل لادماج المراه في التنميه باش حلينا المشكل. من قلب هذا الرصيد الحضاري وجدت الذات صوت الضمير الذي همس موجها للتوفيق بين الطرحين. عندك هذا الباك جراوند اللي عاطياك، ما كاينش داكشي بازان. هذا مساله اخرى وامر فيها سريعا فيما يتعلق بالاصلاح الاعطال. ايضا هنا حاضره ثنائيات بشكل كبير. راه من العطب ديال الاسلي في 1840 هو السؤال كيف نصلح وبما نصلح. انا اعطيكم الخلاصه بالتتبع. عندك خيارين، يا اما اصلاح ذاتي يا اما اصلاح اجنبي. اصلاح مبتكر من الداخل، كاين تنازل. هذاك الاصلاح الاجنبي على المقاس ماشي فقط السفراء الوكلاء التجاريين اللي باغيين يبيعوا السلاح، دور السلاح الاجنبي اللي خاصها تستثمر وتقول لك خصك الاصلاح العسكري لان الخلل العسكري. عرفتوا الخلاصه ديالو؟ هو ان خلق لك النشاز والتوتر. لذلك كان اول رد فعل على الوجود الاجنبي هذيك البعثه الفرنسيه اللي جات باش تدرب وتعاون وجابوا المارشية الاخر من طرف عسكر الطابور. يعني هذوك الجنود المغاربه اللي كانوا كيدربوهم قالوا عبارتين جميلتين كينقلهم بجوج، دانيال ريفي نقلا عن مواني، الاولى نو فولون با دو تامونا ولد النصراني، هكذا قالوها له. والثانيه ومعبره اكثر، نو فولون با بورتي لو بردعه ولد النصارى، والبردعه فيها تقدر تعني الساكادو
وكتقدر تعني بالحموله في الثقافه الشعبيه المغربيه. لذلك غطلق ما اسمه ايبير جاك بلي جورني سونغلون دو فاس انطلاقا من هذه الرؤيه. هذا قلت هذا النشاز والتوتر لانه بغيتي تفورسي واحد الوضعيه ما عطيهاش. نشوفوا الذاتي. الذاتي كيعطي من يوقع البلوكاج مورا داك الشيء ديال ساروني تايوندي السفير الفرنسي اللي اعتبر ان الشروط نضجت وكان باغي يدير معاهده الحمايه في 1905 قبل الوقت ويديروا ما سماه بتونسات المغرب. مولاي عبد العزيز حل المشكل. قال لهم يا سيدي انتم ملي كيكون عندكم امر جلال كتستشروا الناس وكتعيطوا لممثلي الامه باش يبتوا فيها مزيان غنديروا هذه القضيه غادي يجمع مجلس الاعيان. جاب الله التيسير. الى طومبوريزي ربح شويه هذا الوقت. جا قيوم لطنجة قال لهم انا كندعم السياده ديال المغرب مشينا للمؤتمر الجزيره الخضراء. يعني ما كنقولش حل المشكل ولكن خلق ارتباك للاخر وخرج من وضعيه. الا مشينا في هذه المده كلها في الزمن الطويل كنلقاو نفس الوضعيات. وما بغيتش نعطي فيها نماذج كثيره جدا نعطي غير فقط بعض النماذج ديال اللي كيكون ذاتي وكيعطي المطالب الاصلاحيه ديال 1934 صنعت في المغرب. برنامج حكومه عبد الله ابراهيم والمخطط الخماسي 60-64 النموذج التنموي الجديد اتفق عليه ما اتفقش عليه انا بالنسبه لي يكفي انه صنع في المغرب. لجنه مغربيه صرفه. هذه المساله انتبهوا ليها راه ماشي عابره راه كنهضروا على مستوى. في النموذج الاخر اللي كتعتمد على الاخر عند البرنامج ديال جون دراموند هاي عندنا هادشي اللي تحدثنا عليه ديال ساروني تايلوندي وعندنا الفتاوى ديال المؤسسات الماليه الى يومنا هذا. الخلاصه ان المتامل في هذه التجارب ينتهي الى نتيجه مفادها ان اجتهادات الذات ولو ظهرت نتائجها طفيفه في حينها فانها مؤسسه بنيويا انحسمت التردد ورسخت ثقافه الثقه في النفس وان العلاجات الاصلاحيه المستورده قد تدهش بلغة الأرقام والمعطيات النوعية ونوعية الشعارات ظرفيا لكنها عمليا تسمم ولا تبلسم. أنتهي إلى استشراف الأفق أو في معنى أن تكون مغربيا. أن يتم الكشف عن نواتك الأولى داخل مغارة وتخلص النتائج العلمية للأبحاث الأثرية إلى أن تاريخ هذه النواة يعود إلى 300,000 سنة ويسعف تتبع مسار ومصير هذه النواة التي ليست شيئا آخر غير الجد الأول للإنسان العاقل سواء من خلال المصادر الأثرية أو الأدبية في الانتباه إلى تراكم مؤسس على الاستمرارية والتحول. فمعنى ذلك أن إعادة التفكير في صيرورة تشكل شخصيتك خلال المدة الطويلة سيقود بلا شك إلى تلمس طبقات من التاريخ البطيء باعتبارها بنية تحتية وسيمكن تعميق البحث بشقيه الأثري والأدبي من إدراك مكونات مختلف هذه الطبقات وما رافقها من تشديات وما وكبها من ترميمات وتطعيمات ضمن هذا الزمن الممتد والمغري في القدم. وإذا وضعنا هذه الترسبات الحضارية التي أخذت شكل طبقات من التاريخ شبه الراكد بلغة فيرنان بروديل ضمن إطار جغرافي يتقاسم مع الغرب الأمريكي وأقصى الغرب الفرنسي تلك العلاقة الملغزة مع الشرق التي تستبطن ما يشبه الندية والبحث عن التمايز داخل مجال محكوم بحدود برية تجعل التأثيرات الشرقية منحصرة على التخوم أو مفتقرة لزخمها إن قدر لها العبور وحدود بحرية تجعل المنطقة منتهى المسير من جهة الغرب فإن ذلك يعني أن مفهوم الحدود لديك يتجاوز التعبير عن مجرد موقع جغرافي أثير إلى عنصر جوهري من عناصر تشكل الشخصية خلال الزمن الطويل لكن هذه المرة من موقع احتضان الجغرافي لتراكمات وترسبات طبقات التاريخ. يتساءل عبد الله العروي هل هناك نفسانية مغربية؟ ويجيب يحلو لنا أن نعتقد ذلك كما اعتقده قبلنا السكان المغرب منذ زمن قبيل منذ زمن طويل قبل أن أسأل هذا الذي يهمني هل لها سلبيات؟ فيرد نعم لها سلبيات كثيرة أوضحها وأكبرها ضررا للمجتمع هو التهرب من تحمل المسؤولية وتحاشي الحسم في أي مسألة تدل على ذلك عبارات كثيرة من خطابنا اليومي كيعطينا ماديش وخلاص على محال المهم إلى آخره. نسجل هذه الملاحظة الأنثروبولوجية ونستحضر تحليل أحمد المعتصم لمستويات التجاوز بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط حيث توقف عند تفوق ثلاثي في الشمال
رصده مجاليا ومؤسساتيا وتنظيميا، بينما فسر ضعف الجنوب بما اسماه ثلاثية ندوب الاستعمار وهوة الانحطاط ومهانة الهزيمة. نثمن هذا الرصد التحليلي ونضيف له مسألة نحسبها في غاية الأهمية، مرتبطة بدهنية أهل الجنوب المتوسط عموما، ويهمنا داخلهم الإنسان المغربي موضوع هذا الدرس. مسألة ثاوية في نفسانيته ومفسرة أيضا لمسألة التجاوز، تتعلق بالعلاقة أو تتصل بالعلاقة مع الزمن أو تمثل الإنسان المغربي لمفهوم الزمن. لن نحتاج إلى دليل أو مؤشر على قيمة الزمن عند الآخر، هذه محسومة، لكن نسأل عن قيمته لدى الذات، ونقرأ الجواب أيضا في تحليلنا لعبارات كثيرة في خطابنا اليوم من قبيل لا زرب على صلاح، اللي زربو ماتو، رخاها الله، اللي بغى يربح العام طويل، ونفحص أثر ذلك على دورتنا الإنتاجية العامة لندرس حجم الهدر المسجل في زمننا التعليمي وفي زمننا الإداري قبل زمننا الاقتصادي، فندرك أن ما صار اليوم من أعز ما يطلب لدى الآخر أضحى لدى الذات من أعز ما يصلب. أختم بموضوع الثقة بالنفس وتجاوز الإحساس بالدنيا الذي نبه إليه أحمد المعتصم، وألتقط مختلف المحطات السالفة الذكر التي كانت فيها الذات تبتكر وتجتهد للخروج من أزماتها، وكيف أنها كلما وثقت في نفسها حققت نتائج طيبة، وكلما حضر المبضع الأجنبي للعلاج إلا وسمم الجرح. وأعود لتقليب طبقات هذا التاريخ الممتد طويلا، فألفي بينها أكثر من محطة كانت الذات تستخرج أقوى ما لديها في لحظات الأزمة، حتى صار الهابيتيس المغربي مهيكلا على هذا المنوال، حيث تشكلت شخصية هادئة تستمد ثقتها في ذاتها وقدراتها من ثقل رصيدها التاريخي والحضاري، فتسالم وتهادن، ولكن في أزمنة الأزمة أو التطاول تعرف كيف تستلهم من هذا الرصيد أجوبة فاعلة بدل ردود فعل منفعل. لن أعود إلى الزمن المغري في القدم لأقدم نماذج أهمل التاريخ ذكرها في هذا الشأن، بل يكفي أن أصطفي من تاريخ المغرب الراهن نماذج ثلاثة معبرة ودالة. أولا، المسيرة الخضراء كإبداع ذاتي برمزية الإجماع لقطع دابر التطاول على السيادة. ثانيا، هيئة الإنصاف والمصالحة باعتبارها ابتكارا مغربيا خالصا لنموذج في العدالة الانتقالية في ظل الاستمرارية، واجتهادا ذاتيا لفك كومة التعقيد التي فلفت أزمة حقوقية، وتعبير عن وصل متصل ولو عبر خطوط رفيعة بين عناصر النسيج المكون للشخصية المغربية مهما بلغت درجة تنافرها. ثالثا وأخيرا، التدبير الذاتي لزلزال الحوز، حيث ردت الذات المغربية بالفعل الجماعي الهادئ والمنتج ودون انفعال ولا تشنج عن ذلك السؤال المستفز: هل يستطيعون من دوننا؟ أو هل يستطيعون بالاعتماد على قدراتهم الذاتية فقط؟ أجابت الذات عمليا، وتطوع جون لوك ميلونشون ليجيب جزءا من صحافة بلاده ونخبها شفويا. شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم. أستاذي بياض، شكرا جزيلا على فكركم السخي، شكرا على قوة الدرس الافتتاحي والقيمة ديالو. أنا فخور بخبر الحضور بأن الدرس الافتتاحي تم التوثيق ديالو، وغادي يكون ديسبونيبل على قناة يوتيوب ديال المكتبة الجامعية محمد السقاف. كذلك سيتم طبع الكتاب، وغادي يتم التقديم ديالو ان شاء الله من طرف الاستاذ بياض، والمناقشه ديالو في المعرض الدولي للكتاب المقبل، وهذا سائر جميع الدروس الافتتاحيه اللي كتقدمها المكتبه الجامعيه محمد السقاط. استاذ العالمي، انا جد فخوره وسافرت في عالم ديال الشخصيه المغربيه اللي شخصيه ماشي جات من بعد، هذه الشخصيه على ما شفنا من هذه المحاضره بان هي مجموعه من الترسبات والتراكمات التفاعليه اللي كانت مع الغرب، مع المحيط، مع التاريخ، مع الظرفيات اللي عاشها المغرب،
واللي انتهت الى شخصيه نقدروا نقولوا ايجابيه، لان في اخر المطاف واخا عندها سلبيات هي شخصيه ايجابيه، وشخصيه اللي ملي كتبغي تقوم بالمهمه ديالها هي قادره على انها تكون كومبليتمون اوتونوم انديبوندونت. وهذا انا كنظن بانه هو النتيجه اللي كنتوخا واللي كنتسناوها من الشخصيه المغربيه. كذلك كنبغي نقول لك هنيئا بهذا اسلوب الالقاء، وميمكنش ما نتبعوكش واخا ما نكونوش في الاختصاص وما نكونوش بالنسبه لهذا، ولكن هذا الموضوع هو اصلا كي باننا كنا هنا وفي الغالب اللي كاين حضور ولا بالنسبه لحنا مغاربه غادي 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 يجذبنا الموضوع، ولكن طريقه كذلك الالقاء وطريقه الشرح وهذاك لو في كوندكتور ما بين فقره وفقره اللي ما تنحسوش بشي تقاطع، واللي اللي جبني اكثر هو من تحدثوا على المراه المغربيه واللي هي كنقولوا هذا واقع، ولكن عطيتينا عليها تاريخ ان ماشي عاد دابا هذه المراه المغربيه دابا كتطلب الحقوق ديالها ولا كتناضل. المراه المغربيه كانت دائما هي رسم التاريخ، وهي من المكونين ديال هذه المحطه التاريخيه المهمه واستراتيجيه ديال المغرب، اللي فيهم محطات سياسيه ولكن اللي فيهم كذلك محطات ومعلمات تاريخيه. من تحدثوا على القرويين ولا من تحدثوا على مجموعه من ديال النساء اللي هما معلمات تاريخيه وشخصيات مغربيه عالميه. اذا احنا جد سعداء بهذا الصباح، كنتمناو نعيدوا ان شاء الله بيان سور غادي تكون راسيناتور ديال الكتاب ديال الاستاذ في معرض الكتاب، ولكن احنا متعطشين وكنتمنى اننا نعاودوا نديروا هذا الدرس داخل مدرج وفي الكليات. عندنا جو سوي سور بان راه عندهم دي شابيتر بحال هكا وما عندهمش جميع اللوازم باش يمكن لهم يفهموا الدروس ديالهم بهالطريقه هذه. اذا كان غيكون شرف لنا انك ان شاء الله تكون حاضر معنا في شي دروس اللي غادي يكونوا نقدروا ننظموهم مع السي خالد مدير المكتبه، اللي بغيت نستغل الفرصه باش نشكرو ونقول ليه بانه كيدير واحد العمل جبار داخل المكتبه، ومن نهار اللي خدا المسؤوليه هو حيا هذه المكتبه، لانها ماشي هي المكتبه فيزيك اللي كيجيو فيها الطلبه يطالعوا على كتب ولا يقراو، ولكن راها فضاء حي في واحد الديناميكيه، مجموعه من المحاضرات من انشطه من، وحنا راه كنوجدوا ان شاء الله غادي تكون واحد اسبوع خاص بانشطه ديال ما نسمي بالسوفت سكيلز اللي غادي يكونوا داخل المكتبه وخارج المكتبه، وبحال واحد المجموعه ديال القوافل اللي غادي ننظموها اللي كيبداو من المكتبه وغيرجعوا للمكتبه في الاخر. شكرا جزيلا سي خالد الحياني بكل ما كتقوم به، وهذا الصباح لم اتردد دقيقة واحدة ملي قال لي أولا لأن الأستاذ أنا كنت كنتسنى شي نهار نلقى هذه الفرصة هذه باش نحضر الوحدة من المحاضرات ديالك، ثانيا لأننا كندعموا المكتبة وكندعموا جميع هذا الشيء، لأنه كي قلت في الأول الطالب راه ما يمكنش يقتصر القراية ديالو غير على داك الشيء اللي قاعد عليه الأستاذ في المدرج، الطالب خصو يخرج من المدرج ويكمل التعلم ديالو بهذا النوع من هذه الدروس الافتتاحيه اللي شرفنا بها الاستاذ طيب رياض هذا الصباح. شكرا جزيلا على الحضور وان شاء الله فرصه قادمه. شكرا.